البلاستيك مصدر للبنزين في الأراضي الفلسطينية، فانطلاقاً من الحاجة لمصدر للطاقة البديلة من جهة، وإلى مشروع للتخلص من النفايات البلاستيكية التي تصل إلى 80,000 طن شهرياً، جاءت لهؤلاء الشباب فكرة جهاز بيئي اقتصادي. مشروع تخرجنا بلش قبل سنة، إنه إحنا كنا مشاركين بمؤسسة تتعلق بأمور البيئة، فكانت أحد النشاطات المتعلقة إنه إحنا كيف بدنا مشكلة النفايات البلاستيكية، مشكلة كبيرة بنعاني منها هون بالضفة، إنه إحنا إنتاج الضفة كبير بالشهر بوصل النفايات البلاستيكية، فإحنا بدنا نلجأ لأسلوب جديد كيف نتخلص من هاي النفايات البلاستيكية. من هون نشأت هاي الفكرة. جهاز بني على أيدي هؤلاء الطلبة المخترعين، يعمل بطريقتين: تعتمد الأولى على التسخين لتحفيز البلاستيك للتحول إلى الحالة السائلة، أو باستخدام عامل مساعد محفز لتسريع العملية. الجهاز إحنا حطينا التصميم تبعه وركبناه بالجامعة، عبارة عن رياكتر أو مفاعل. هذا المفاعل إحنا بنحط فيه العينة أو المواد الخام اللي رح نشتغل عليها، اللي هو البلاستيك في مشروعنا. هاي العينة بس نحطها في هذا المفاعل أو الرياكتر، بنسكر عليها بإحكام وبنبلش نسخن تدريجيا. بتبلش درجة الحرارة ترتفع شوي شوي، بتطرد كل الأكسجين اللي جوا. العملية بتتم بطريقتين، في طريقة عن طريق الحرارة فقط، يعني بس بنحط البلاستيك، في طريقة تانية لا، عن طريق العامل المساعد. إنه في البداية أول ما بنحط البلاستيك بنحط مادة كيميائية معه عشان تسرع لنا العملية، وحتى نحصل على نسبة تحويل أكثر من البلاستيك لوقود. خليط من البنزين والسولار والديزل هو نتاج هذا الجهاز، الذي يطمح هؤلاء أن يتبنى من قبل كبار رجال الأعمال، لتحويله من مشروع تخرج إلى مشروع أعمال بيئي اقتصادي. الاختراع زي ما شايفة طلع معنا المنتج هذا. هذا المنتج عبارة عن خليط ما من البنزين والديزل والسولار مخلوطين مع بعض. هلأ ممكن أنت استخدامه كهذا، أنك تحطيه في منشأة، في مطارات الكهرباء كمثال، الجرافات، هاي الأشياء ممكن استخدامه بكل أريحية بدون ما أنك تفصليهم. أما في طريقة تانية، أنك أنت فرضا سيارتك بنزين أو سيارتك ديزل، ممكن أنا أفصل لك إياه في طريقة سهلة وبسيطة، أعطيك عينة الديزل أو أعطيك عينة البنزين. هذا المشروع إن تم العمل عليه على المستوى أكبر لإنتاج كميات أكبر، قد يكون ذات جدوى اقتصادية على البلد بشكل كامل، حيث كما تقدمت أن كمية المنتجات أو كمية الوقود المنتج من المخلفات البلاستيكية، هناك تحويل يصل إلى أكثر من 80%. إحنا عملنا هذا بناء على جهاز سمول سكيل، يعني بناء على 10 كيلو، بس إحنا بنهدف أنه إحنا نعمل مصنع كبير اللي يحل مشكلة البيئة، وفي نفس الوقت يكون مربح اقتصاديا لنا وللشخص اللي راح يتبنى هاي الفكرة. فكرة بناءة اقتصادية وبيئية أهلت هذا الاختراع الطلابي أن يحصد المرتبة الأولى في مسابقة المخترعين لهذا العام صنع في فلسطين. على عاتقهم وبإمكاناتهم أخذ هؤلاء الشباب خيار مواجهة نقص مصادر الطاقة في الأراضي الفلسطينية والمتغيرات المناخية بمشاريع مبتكرة تمهد طريقهم نحو مستقبل أفضل. من رام الله أنسام سلمان، لليوم على الحرة.